رمضان كريم كريم كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الاسم ديالي نوري محمد الأب ديال عبد الحق نوري. تحية طيبة لجميع أفراد الجالية المغربية الموجودة بهولندا. أتمنى من الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر المبارك صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يجعلنا ربي وإياكم من العتقاء فيه من النار ومن الفائزين بالفردوس الأعلى. آمين يا رب العالمين. نحن نعلم أننا في شهر رمضان، هذا الشهر المبارك شهر الغفران الذي يكثر فيه المسلمون أفعال الخير والبر وخصوصا الصدقات. وفي هذا الإطار وباسم جماعة مسجد الهجرة بن ليدن أطلب من كافة الجالية المغربية الموجودة بليدن وخارج ليدن بهولندا عامة مد يد المساعدة والعون لجمع التبرعات والصدقات لهذا المسجد الذي هو في أمس الحاجة إليها. وهذه التبرعات والصدقات ستكون على شكل وقف لهذا المسجد إن شاء الله. فكل ما ينفق على بيوت الله فهي صدقة جارية يمتد ثوابها وأجرها حتى بعد موت الإنسان. وفي الختام أطلب من الله تعالى أن يجعلكم من عتقائه من النار، وجزاكم الله خير الجزاء وحفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك إدريم. أبدا عافظ في الليلة القدر إن شاء الله أرخن الجير إسلاميش سنترم الهجرة ليدا أن بنفيت أصدو ومخلط بنت هالة voor het renoveren van het oude pand. Met dat geld kan de moskee natuurlijk onafhankelijk zijn. En dit project heet Al-Waqf in het Arabisch. Nou, dit kan je allemaal volgen op Facebook en op YouTube. En ik wens jullie een gezegend Ramadan. Shukran. Assalamu alaikum. رمضان صيام ودعاء، رمضان